مواطن مستهدف مواطن مستهدف مواطن مستهدف قصتي بتبدا في المدرسة ابتدائي خلصت الحصة لسه المدرس يقرأ اسامي 41 ولد بالصف الشعار العلم ونور انطفى على الرب كنت صح الاهل يسألوا على السبب ينرد ميزانية فتعلمنا في مخ فمسكت حالي قلت يلا عسوا نشتغل نشتري نلاقي شي صنع بعد ما لقيت اعلان مالوش خاص بجنود رحت على المقابل قالوا لي اسمك قلت ام محمود قالوا لي غيره لاي شي مقبول قلت لهم مرفوض قالوا لي وانت كمان مرفوض اني شفيون ان رايح شفيون اني شفيون شفيون ان شوف بام ان شفيون ان اي شفيون كما بتمشي اليهودين من الرسول وسنة اخرى سمعت عليهم זה לא מעניין. זה... אני, אנחנו דיברנו על שוויון בין עמים ו... זהו, זה שוויון בין עמים. שוויון בין עמים, לדעתי, יש שוויון מלא. זהו, סיימתי. תודה. תודה רבה לך. באמת שוויון מלא. תודה. فرجعت الحارة لقيتها مولعة الكل ماشي في مزارة سألت ليش قالوا لي بدهم يهدوا بيت الجارة فانضميت هم البوليس حط وش بوش الحيط وما بطلع انا بسمع منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948 انتهجت حكوماتها سياسات تخطيط تجاه المواطنين العرب أدت إلى انتهاك ومس بحقوقهم الأساسية في مجال الأرض المسكن والتطوير أمثلة سريعة على ذلك صدرت غالبية الأرض العربية ولم يبقى للعرب إلا 2.5% رغم كونهم 20% من مواطني الدولة لم تقم أي مدينة عربية منذ 48 حتى اليوم رغم إقامة 1200 بلدة يهودية والمؤسف هنالك أكثر من 60,000 عربي مواطن يعيشون في عشرات البلدات الغير معترف بها والتي لا تملك حتى الخدمات الأساسية اجتماعية تعليمية أو بنى تحتية مثل المجاري والمياه هنالك عشرات الآلاف العائلات العربية تعيش في مباني غير مرخصة لعدم وجود خرائط هيكلية ويعيشون تحت خطر الهدم מה זה שוויון בשבילך? אני לא יודעת, אני עולה חדשה, רק 3 חודשים פה, מדרום אפריקה. איזה מילה אני לא יודעת, אני מצטערת. Equality. Equality. בטח. בין ערבים, יהודים למשל? אני מדרום אפריקה, אוקיי? אז יודע איך זה, אוקיי? Lots of apartheid. עכשיו לא, נגמר את האפרטהייד. אני חושבת שלכל מקום יש זה. איך אומר זה? מה? אי שוויון. אי שוויון. שוויון ואי שוויון. אי שוויון. אי שוויון. את רואה משהו בין... אני לא אוהבת הערבים בכלל. אני יהודית. בגלל זה את לא אוהבת הערבים? לא, הם מתלבשים עם, איך אומר, נעליים, שוז, זולים, לבנים. זה לא נראה טוב. White. White and cheap. All of them. אין להם כסף, אני לא יודעת. למה אין להם כסף? אני לא יודעת. אני חושבת שהממשלה תן לכם ביטחון, איך אומר, social security? ביטחון לאומי. הם לא עובדים, כי הם מקבלים social security, נכון? הם לא עובדים. ערבים לא עובדים, כולם. אז מה, סטלבט? עושים כלום. מה עוד? אבל זה איזה מוסלמי, לא יכולה לסבול אתם. איך הם נראים, למשל? How do they look? Their look, their outside look. מגעיל. How? Describe one of them. לא, הם לא חתיכים. أكثر من نص العائلات العربية وأكثر من 60% من الأولاد العرب بإسرائيل عايشين تحت خط الفقر. الآن سوق العمل هو أحد الطرق للخروج من الفقر. نسبة البطالة عند المواطنين العرب أعلى من عند اليهود، ولكن الدولة بتنفذ برامج للقضاء على البطالة تقريباً فقط في البلدات اليهودية ولا تستثمر بإيجاد أماكن وفرص للعمل في البلدات العربية. وحتى بموضوع توظيف العرب في سلك الدولة، الدولة فشلت من إنها تطبق القوانين اللي بتأمن تمثيل مناسب للعرب. اليوم 6% من الموظفين بسلك الدولة هن عرب، وفقط 2% من الموظفين هن نساء عربيات. بالواقع، كل توزيع الميزانيات الحكومية فيها تمييز كبير. بالمعدل، المواطن اليهودي بيحصل على ميزانية اللي هي أعلى ب 80% من الميزانية اللي بيحصل عليها المواطن العربي. בעברית לענות.
איך שבא לך? בעברית, אני יודעת קצת ערבית. צריך להיות, שווה. לכולם צריך להיות, אלוהים אחד יש. יש לך עוד אלוהים? לי יש עובדת ערבייה, אני כמו אחותי. אם היא עובדת, אז היא לא מגיעה לקוס קפה, לא מגיעה לסנדוויץ', לא מגיעה לקצת סלט. היא באה אליי ביום שישי, מחכה לסלט עם שתי פרוסות לחם. והיא אוכלת, דורשת עוד או ש... לא, היא אוכלת כמו שאני, אני והיא אוכלים ביחד. שוויון. במילה הראשונה. טוב. טוב, אוקיי, ערבים. טוב. יהודים. טוב. הכל טוב? כן. צדק. צדק גם טוב. בדי נסנס. בדי נסנס, אני אוהבת נורא, אני באה לפה, בחוב בריחה. טבולי. אני אוהבת. באמי. עכשיו אכלתי מלוכי אצל אמנה. هناك جهازي تربية وتعليم في إسرائيل رسمي، جهاز تعليم عبري وجهاز تعليم عربي، وهناك كذلك واقع من عدم المساواة في تعامل هذان الجهازان. أولا في المخصصات والميزانيات، حيث يستثمر بالطالب اليهودي 3 أضعاف ما يستثمر بالطالب العربي، وثانيا بما يتعلق بالأهداف ومضامين التعليم، حيث لا توجد هناك تعزيز للهوية القومية والثقافية والمدنية لدى الطالب العربي. المحصلة في النهاية هو انخفاض التحصيل وازدياد في اغتراب الجمهور العربي عن جهاز التربية والتعليم. في نهاية الأمر نقول بأن فقط 5% من الجمهور العربي يحملون الشهادات الأكاديمية، بينما الأمر لدى الجمهور اليهودي 25% منهم يحملون الشهادات الأكاديمية. من ناحية اقتصادية ما في عنصرية، في مساواة، نص لحسابهم والنص التاني على حسابنا. كمان يوم عنا بيبدا بمظاهرة، كمان يوم مسيرة شموع لسه ظلمة، كمان يوم فيها للشباب، كمان يوم في كتير شباب. ركز ما في مركز ورا نادي صحة، فيلا رياضة اهرب من الشرطة، بطلع ودوك لسه طالع معي مسابقة، بدنا عدالة فرحة بس. كمان يوم بخلص وانا برمحطة، مش أول مرة ولا آخر مرة، بس آخر مرة طلعت من هنا باعتقال منزلي على شبكة الإنترنت. كملت ظليل، قوم مسموح لك مكالمة، قوم مسموح لك محاولة، قوم للمحاكمة، قوم. يواجه المواطنون العرب في إسرائيل تقييدات عديدة على ممارسة حقهم في التعبير عن الرأي، في التصويت، في الانتخاب، وأيضا في الاحتجاج. يبرز ذلك كثيرا خلال المظاهرات، بحيث تتم هنالك اعتقالات جماعية على يد أفراد الشرطة واعتداءات دموية على يد الشرطة، هنالك أيضا ملاحقات سياسية على يد جهاز الأمن العام. هذا الأمر يطال أيضاً أعضاء الكنيسة العرب. على سبيل المثال، في الانتخابات الأخيرة شطبت لجنة الانتخابات المركزية جميع القوائم العربية ومنعتهم من خوض الانتخابات، فيما لم تشطب أي قائمة يهودية، حتى القوائم التي احتوت على مضامين عنصرية. مثال آخر، في بداية أكتوبر 2000 قتل 13 مدنياً متظاهراً عربياً على يد أفراد الشرطة، وحتى يومنا هذا لم يقدم أي من أفراد الشرطة إلى المحاكمة بجرائم القتل. مساواة، تعايش، عدالة، عدالة، حب فلسطين، أرضنا وحبايبنا إسرائيل، بكرهونا جيش، بقتلونا بوليس، بحبسونا مروكي. مروكي؟ فيش ولا واحد بحب العربي. أشكنازي. ولا واحد بحب العرب. فردي. ولا واحد بحب العرب. أثيوبي. أثيوبي مظلومين، دول محروقين على جنب. أما إنه ولا في ولا جنس بني آدم بحب العربي. العرب بحب العرب. عندما تعرف إسرائيل نفسها كدولة يهودية، هي لا تقول فقط إنه هاي الدولة دولة جميع اليهود في العالم، بل تقول أيضا أن الهوية العربية في هذا الوطن تشكل تهديد على هذا التعريف. لذلك هي بتشوف من واجبها job description تاعها نتميز ضد العرب. مثلا في مسألة المواطنة، ما بكفي أنه كل يهودي بحق كله أن يكون مواطنة بشكل أوتوماتيكي وفقا لقانون العودة، لكن بحاجة لسن قوانين جديدة لسلب وتضييق المواطنة العربية في البلاد. برضو بطالبونا عمليا نتنازل عن مطلب المساواة الكاملة. مش بالصدفة بشوف نفسي أمام 11 قاضي في المحكمة العليا ودافع عن حزب عربي فقط لأنه يطالب بدولة كل مواطنيها. لذلك في التالي
عمليا بالامكان القول انه احنا رغم انه احنا حاضرون جسديا لكن حقوقنا مغيبة بشكل دائم. اليهود الغائبين عن هذه البلاد وخارجها هم دائما حاضرون حقوقيا. يعني انت بتقدرش تتجوز اليوم واحد من رام الله او من اصل عراقي او من اصل سوري اصل او من اصل لبناني او من اصل ايراني او من اصل غزاوي وتعيشوا مع بعضهم. وهي الشغله الواحد بواجهها لما يعملها ولا في قانون من اساسه مكتوب هيك؟ يعني قانون جديد قانون لم الشمل هذا اللي بنحارب فيه. شوفوا شو القضايا اللي بتصل المحكمه العليا. في المحكمه العليا بتصل قضايا انه امراه بدها تعيش مع جوزها بس مشكلتها لا من الله. هيك مشكلتها هي. بصلنا للمحكمة العليا قضايا اللي بدنا مرباة انفيلد بس المشكلة انه احنا بنحكي عن البدو في النقب غير معترف فيه. فاهم؟ يعني ايش ما خبطتها بتوكي الهوى مستهدفين ايش ما يسوي يعني ايش ما تخبط بتوكي الهوى في هاي البلد. بس انا جابالي اعمل اغنية على واحد من رام الله واحد حب واحد من رام الله وبشوف الصعوبة تبعت انه يجيبها لهين فكل اللي لازم تروح انه ياريت اسمك ناتاشا يعني ياريتك روسية يعني فمفكر اروح باسلوب انه مسخرة على الاخر يعني مسخرة على وضع مؤلم طبعا يعني ياريت اسمك ناتاشا ياريت اسمك ناتاشا بس رح تكون عنصرية تجاه لا لا مش فيها ليه بنحب نقول امان امان في الشمال يخرب بيتك شو حبيتك يا بنت رام الله لك بعيدة عني مطورة ومني ممنوعة يا ريتك من روسيا واسم امك ناتاشا كان جبتك على بقات عمرت بيت كل مفقود منعونا نبني شباك جبنا ولاد فيش تعب فيش ماشي هيك هيك فيش تقدر تنساء ولا قضاء الا قطيع من البقر ما عنا ولا اي دفة خلاق لمشاكل العرب في حلول لليهود هم يربوا احنا نفهم بالاضعاف بيضل المهصبي قبل ما نصلي على النبي بيبارك لنا المكان بيطيرك ببلاش سايبه فلاش من رومانس ساركض في بن غوريون واصرخ لا تتركيني الله اكبر بحبك وتاني يوم اصحيت بالسجن متهم بالارهاب كل ما بطلع انا بسمع كل ما بطلع انا بسمع انا بسمع يا بطل وليفك كلام شبك عني كل ما بطلع انا بسمع كل ما بطلع انا بسمع انا بسمع يا بطل وليفك كلام شبك عني كل ما بطلع انا بسمع كل ما بطلع انا بسمع His name is Hanna. Hanna. Hanna, nice Hanna. To meet you. Yeah. My name is Ayman. He's Ayman. Nice to meet you. And Hanna is from Haifa. Wow. And he's working. Is he handsome? Very sweet. Very sweet. His shoes are probably nice. No, his shoes are okay. Yeah. Okay. My shoes, I think, less. You can see you, neither of you are Arab. Well? At least. But tell me something but now. But no, we are both Arabs. Oh my God! Yeah, that's terrible. Why? Do you think so? Well, I've just said the most terrible thing. Yeah. So no, this is your opinion, it's no? It's your opinion. Yeah, but how can I say that to you? No, how did you say that about Anit? Also, so now you hate me? No, we don't hate you. Why? I don't want to generalize because I haven't met any. So maybe and next all the Jewish people say to me, "Stay away from the Arabs. Stay away from the Arabs. Stay away from the Arabs." That's why. Maybe because you are new, you don't know the people. I don't. I'm very sorry. No, don't be. We started. Don't be. It's not your fault. I think. Have a nice day. Have a nice day. Thank you very much. Don't you have a card? Because I need to go over there.